مشاهدينا بنرحب فيكم من جديد. طبعا غالبية الصبايا والسيدات والرجال بيحلموا ببشرة جميلة خالية من الشوائب، وبالتالي بينصح خبراء البشرة باتباع روتين يومي بناسب نوعية البشرة حتى نحسن الجلد، نحارب علامات الشيخوخة، التعب والإرهاق وما إلى هنالك، لأنه كلها عوامل بتظهر على البشرة. تعديل بسيط، الشباب ما بيحلموا، بفضلوا يكون عندهم بشرة صحية أفضل، نتيجة واحدة بشرة جميلة. طبعا كل ذلك للحصول على بشرة صحية. ما هي أبرز طرق العناية بالبشرة؟ هناك الطرق العادية التي تعتمد على خطواتها أو في خطواتها على روتين معين، وهو تنظيف البشرة، الترطيب، وضع كريمات المناسبة لكل بشرة. طبعا هناك طرق أخرى بتعتمد على تقنيات تجميل غير جراحية بتساعد بتحفيز الكولاجين والحصول على بشرة صحية أكثر نضارة. ما هي أبرز طرق العناية بالبشرة؟ سنتعرف عليها مع الدكتورة مريم السويدي، استشارية الأمراض الجلدية في مركز برجين لجراحة اليوم الواحد. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا، صباح النور، نورتينا اليوم، استضافة النور نور. أهلا وسهلا، الله يسعدك يا رب. دكتورة، بالبداية خلينا نحكي هيك عن طرق الاهتمام بالبشرة لدى الشباب والنساء، الرجال والنساء. طبعا الطرق أنا أقول لمرضاي عادة أنها نحن نبدأ من البيت باختيار المنتجات اللي هي تناسب البشرة. ما في بروتوكول واحد ود فيت اول، يعني عندنا كل بشره غير عن الثانيه، ومن عمر لعمر بشره دهنيه، بشره جافه، فنحن بدايه نختار المنتجات اللي هي تناسب العمر هذا المعين. ففي فتره مثلا المراهقه عندنا البشره تبدا الغدد الدهنيه تنشط، حب شباب، بشره دهنيه، فنروح للي هو اللاين الاويل فري، فنختار اللي هو الغسول اويل فري، مرطب، واقي ضد الشمس، لازم يكون كله خالي من الزيوت. بينما لما نكبر في العمر الغدد الدهنية تبدأ تصغر، البشرة تبدأ تجف، فنروح للي هو اللاين اللي البشرة الجافة يكون غني بالزيوت اللي هي ترطب البشرة. نعم. فهاي من أهم الأشياء اللي نحن نركز عليها بداية من البيت. طبعا لما منقول روتين عناية بالبشرة، بعض الأشخاص بيعتبروا أنه هو مجرد أنه نغسل وجهنا، ولكن لما نقول روتين نكون عم نحكي عن خطوات متعددة بتكمل بعضها حتى تكون النتيجة بشرة حلوة، تنظيف، ترطيب، تقشير بعض الأحيان، وطبعا حماية من أشعة الشمس. صحيح. إلى أي مدى الالتزام بروتين صحيح بيأتي ثماره؟ بنرجع مرة ثانية أن لكل بشرة بروتوكول معين طبعا، وأهم شيء أن نحن نلتزم بالواقي ضد الشمس. إذا أي مريضة بتيني اليوم بقولها نمبر 1 لازم نستعمل واقي ضد الشمس. ليش؟ لأن الأشعة فوق البنفسجية تأثر على البشرة، تزيد التصبغات، تجاعيد مبكرة، التكسير في الكولاجين في البشرة والإلاستين. فأهم شيء أني أنا أستعمل واقي ضد الشمس ويكون مناسب للبشرة هذه. في منتجات وايدة ممكن أني أنا أستعملها، مقشرات، أحماض فواكه، موجودة في السكراب، موجودة في التونرز المختلفة، بس في النهاية نرجع ونقول لازم تقييم طبيب لحالة بشرك المعينة، وبعدين you go for the proper skin care. حلو. دكتور أنا بلاحظ شغلة، بس يعني كونوا معي، النساء بشكل عام بيهتموا ببشرتهم، تنظيف وكريمات وإلى آخره. صحيح. في النهاية تلاقي بشرتها مقبولة، شباب بها الصابونة بس بيفركوا وشهم هيك وتلاقي بشرته ما شاء الله ما شاء الله عليه. صحيح. هل التنظيف الكثير بيأثر سلبا على البشرة أحيانا؟ الحين أنت تتكلم if there is an obsession، إذا الواحد obsessed في عنده هوس. أيوة طبيعي. زيادة بها التنظيف، زيادة في كل شيء وكذا، بيأثر سلبا، يجلب بينما التنظيف المعتدل نحن نقول عادة نحن محتاجين نغسل مرتين باليوم صباحا ومساء، وعادة أقول للمرضى مي بارد دائما، مي بارد والووش المناسب. نعم، غسول المناسب. بالضبط. الشباب بدأوا يهتمون، يعني أنت الحين ذكرت الشباب، في اهتمام كبير بادي من الشباب، وهذا الشيء وايد طيب. نعم. بالعناية، بالاهتمام، وإني أنا أبدأ أعالج المشكلة من البداية، أمنع الكومبليكيشنز مثلا من حفر حب الشباب إنها تتكون، وبالنهاية أني أنا أتجنب أعمل بروسيجرز بعدين ممكن أنها تاخذ يعني مدى طويل عشان أعالج هاي المشكلة. فالعناية والاهتمام المبكر يمنع
complications ما لها داعي أو التعقيد، خاصة أن الوجه هو مرآة للشخص. صحيح. ولكن بما أنه حضرته زميلة تحدث عن بشرة السيدات، نحن عرضة على المبالغة عم بحكي. نعم، ولكن نحن عرضة كبشرة سيدات، والطبيبة أكيد رح توافقني الرأي، لتغيرات هرمونية تختلف عن تغيرات الرجال. النساء ممكن أن يمرنا يعني مش يعانينا، هي بالأحرى مرحلة الحمل، الولادة، كلها أمور بتأثر على البشرة سلبا على البشرة إذا لم تتم العناية بها. اللهم الشباب الصابونة يلي ذكر مهران علما أنه الغسول أفضل من الصابونة، صح؟ طيب حضرتك بمركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، لأنه الاسم أيضا رح يكون موضوع السؤال التالي، وهو الإجراءات غير الجراحية يلي ممكن السيدات والشباب يخضعوا لها حتى يحافظوا على رونق ونضارة بشرتهم. عم تتعدد هالوسائل، طب التجميل بتطور مستمر، ودايما منحس أنه في جهاز جديد، اختراع جديد حتى نحافظ على شباب بشرتنا. خبرينا عن هالآلات. الآلات كثيرة، وكل يوم عن يوم يطلع جهاز جديد. صحيح. ابتداء نحن نقول من أبسط الأشياء اللي ممكن نحن نسويها في العيادة الهايدرافيشل أو الفيشل، التنظيف. نعم. البشرة، وهذا يساعد كثير في حالات حب الشباب، حتى لو ما كان عندك حب الشباب once in a while doing a facial يعني بيساعد كثير في البشرة. تنظيف عميق للبشرة. نروح بعدها للتقشير. أنواع التقشير طبعا كثيرة عندنا، عندنا تقشير كيميائي، عندنا تقشير بارد، بكل أنواعه، بكل تراكيز التقشيرات. التقشير بحد ذاته يحفز الكولاجين، يخوز لي أو يقشر لي التصبغات البنية، يشد البشرة، يسكر المسامات، فيساعد كثير حتى لو الواحد ما عنده شيء. يعني أنا أتذكر زميلة جت بشرتها صافية جدا فقالت لي I want to do peeling، قلت لها ما يحتاج، بشرتك يعني ممتازة. قالت لي النظارة اللي أحصلها بعد التقشير. نعم. هذه كثير يعني وايد مهمة، وهي كلامها صحيح، لأن أنا إذا أعمل جلسات تقشير على المدى البعيد، على بعد 10 سنين 20 سنة، أنا أحافظ على شباب وتجدد الكولاجين في البشرة، وهذا يخليها مشدودة. نعم. إذا قارنتي عمرك بحد ثاني أبدا ما سوى هذا التقشير، فبتشوفين هذا الفرق. نعم. جميل. دكتورة، شو أكثر المشاكل الجلدية اللي بتجيكي على العيادة؟ عندنا مثلا أكثر شيء في المراهقين اللي هو حب الشباب. عندنا حالات كثيرة من الإكزيما، من الصدفية، أمراض الجلد اللي هي المناعية، اللوبس، الذئبة الحمراء، الألوبيشيا، تساقط الشعر، البهاق، البقع البيضاء، يعني نشوف كل شيء تقريبا. كل شيء موجود. يس. نعم. طيب إذا بدي أرجع للعلاجات المتطورة حتى نحافظ على شباب البشرة، نسمع كثيرا عن إبر الكولاجين أو إبر النضارة أو إبرة الختم الذهبي، في أسماء كتير، بروفايلو، المحفزات. صحيح. تعددت التسميات، ويبدو أنه المنتج واحد والنتيجة أعطى نضارة لفترة من الوقت. صحيح. ما مدى فعالية إبر الكولاجين وهل تناسب الجميع؟ سؤال جميل، لأن إبر الكولاجين هي إبر تعطينا نضارة لفترة معينة من الزمن. الفترة هذه تختلف من إبرة لثانية. في عندنا مثلا بدون ذكر أسامي، في إبرة يظل مفعولها أسبوع أسبوعين، يعني أقول حق المريضة إذا أنت عندك مناسبة خلال هذا الأسبوع اعملي هذه الإبرة. نعم. ففي المناسبة، في العزيمة، في العرس، بيكون وجهك جلوي. بينما في إبر المفعول مالها يظل 3 لـ 6 شهور، فهذه longer duration. أوكي. فترة أطول. وتعطيني lifting أكثر. بدون. نعم. ذكر أسامي أجن، الفرق بينهم أن واحدة التركيب مالها cross linked تشابه. أوكي. الفيلر، والثاني not cross linked، فعلى طول من أحقنها تحسينها ذابة. يعني الأحماض بتكون متشابكة بين بعضها أو غير متشابكة. لفتين. بالضبط. نعم. بالضبط. في علامات دكتورة لتعب البشرة؟ يعني علامات معينة إذا شفتيها على الوجه بتقولي هاي البشرة تعبانة وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى اهتمام وإلى. شوف، هو بشكل عام المريضة تجيك تقول لك أنا عندي شحوب في البشرة مثلاً. أنا عندي هالات سودة. ففي هاي الحالة نحن عادة ممكن أن نحن نضطر نعمل فحص دم، بس عشان أني أنا أتأكد أنه ما في أنيميا، ما في نقص فيتامينات. نعم. بالضبط، في أسباب عضوية داخلية تسبب لي هذا الشيء.
إذا فحص الدم تمام نروح للي هو البروسيجرز اللي يحفز فيها الكولاجين، مثل درما بين عندنا مثلا أو مايكرو نيدلينج، جهاز جديد مايكرو نيدلينج مع راديو فريكونسي، في مرضى يجون دوريا يعني كل شهر يعملوا لي جلسة. ليش؟ لأن النتيجة جميلة جدا في شد البشرة ونسكر المسامات. أجين على اللونج ران بعد 10 سنين راح تحس أن أنت وجهك لسه مشدود ولسه محافظ على الشباب مقارنة بزميلك أو أخوك اللي أبدا ما سوى. نعم، هي الوقاية. صحيح. الوقاية واستباق الأمور شرط طبعا عدم المبالغة بالإجراءات. ذكرت حضرتك الديرمابان، تقنية الوخز بالإبر الخفيفة يلي ممكن تحفز البشرة أن تعالج نفسها بنفسها وتترمم، تعمل ريجوفينيشن، ولكن طبعا تحت إشراف طبيب مختص عم تعطي نتائج جميلة ورائعة. ولكن بعض الأشخاص ممكن يستعملوا هالأدوات بالمنزل. صح؟ صحيح. أديها الأمر مضر؟ أديه ممكن تكون نتائجه عكسية؟ ونصيحتك للسيدات يلي للأسف بيقوموا بهالإجراءات بالمنزل. صحيح. في عندنا مثلا عندنا اللي هو الديرما رولر. الديرما رولر جهاز فيه عدد معين من الإبر بدبث معين. نعم. الدبث عادة بعمق معين. بعمق معين اللي هو عادة ما يكون نص ملي. 0.5. صح. أنا محتاجة كطبيبة أني أنا أدخل بعمق 1.5 على الأقل عشان أحفز الكولاجين. فأنت لما تسوي ديرما المايكرو رولر في البيت أنت يالس تخدش البشرة، أنت ما وصلت لعمق الكولاجين اللي هو عن طريقة أنا راح أحفز الكولاجين. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن لما نعمل مثلا مايكرو نيدلينج في العيادة نحن نستعمل معاها منتجات اللي هي growth factors أو ميزو فيتامينات أو عوامل النمو، عوامل النمو بالضبط، أو بلازما ريتش بليتلس نسحب دم الشخص، وسنترفيوج نستخلص البلازما الغني بعوامل النمو الذاتية. فهذه مغذيات طبيعية للبشرة، هذه أنت ما تقدر تسويها في البيت. نعم. فالعمق والمايكرو وونز هذه بحد ذاتها اللي هي تحفز الكولاجين، ما تقدر أنك أنت يعني تأخذ هذه النتيجة في البيت. يعني بس عم يخدشوا سطح البشرة للأسف وممكن يتصير الحالة أسوأ. بالضبط. يعني رجاء أن توقفوا. دكتور أثرتي كمان نقطة مهمة، مهارة الدكتور أو الطبيب اللي بيعمل هاي العلاجات تأثر على النتيجة بالنهاية. يعني كل ما كان الدكتور ماهر في عمله تكون نتيجة أفضل. نعم، لأن أنت محتاج أول شيء ترينينج. لما أنت تجيب جهاز جديد عندك في العيادة لازم تأخذ بروبر ترينينج عشان تستعمل هذا الجهاز. أي شخص يستعمل أي جهاز بدون أي علم راح تكون النتائج كارثية صراحة. فالبروبر ترينينج للأجهزة هذه تعطيني النتائج اللي هي نحن حابينها. طبعا حضرتك لما بنحكي مع ديرماتولوجيس أو طبيبة بشرة وأمراض جلدية لابد من الحديث عن الإجراءات الغير جراحية الأشهر، إبر البوتوكس والفيلرز. طبعا الموضوع أصبح بمتناول الجميع كبارا وصغارا، نساء ورجالا يدركون أنه هالإجراءات ممكن تساعدهم بالحفاظ على بشرتهم، ولكن يبقى السؤال متى نتوقف؟ وإمتى الطبيب بيلعب دور محوري وأساسي إنه يقول للمريضة أو للمريض كفى أو لا تحتاجين؟ المشكلة لما تجيك مريضة، جايتني مريضة مثلاً عاملة already filler with the lips are so full، فأنا قلت لها أنا سامحيني I don't think you need it. نعم. She came for a treatment of psoriasis. She left my clinic. She came back after 2 months to get her second injection for treatment of psoriasis. قالت لي دكتورة صدقا أنا طلعت من عيادتك رحت عيادة ثانية خاصة عملت الفيلر ويعني they will do it anyways. للأسف حتى لو أنت عطيتهم نصيحة أن don't do it ولا this is too much. فالمشكلة في المرضى أن يعني they don't accept، ما بيقبلوا إذا قلت لا. بالضبط. للأسف. yes. تغيرت معايير الجمال. صحيح. وبتخيل الأمر بحاجة لكتير من الثقة أنه السيدة تطلع أو تنظر لأنعكاس صورتها بالمرآة وتلاقي نفسها جميلة ومانا بحاجة للمبالغة. طبعا الجمال الله جميل يحب الجمال. صحيح. ولكن المبالغة ببعض الأحيان ممكن تكون بتنفر. صحيح.
أبي نشكرك كل الشكر على هذه المعلومات القيمة والمفيدة للشباب وللصبايا أيضا مشان ما حدا يزعل. طبعا. مريم سويدي استشارية الأمراض الجلدية في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، شكرا جزيلا لوجودك. ورح أخذ منك اسم المنتج اللي بيستمر مفعوله لمدة 6 أشهر تحت الهواء حتى ما نكون عم نعمل إعلانات مباشرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا.